الترشح لرئاسة الدولة يتضمن بنوداً تقليدية وحملات دعائية تدفع الناخب لتفضيل مرشح على آخر. من هذه البنود وعود الإعفاءات الجمركية، التخفيضات الضريبية، ودعم التعليم والصحة. ولكن الغريب أن تكون مسألة دعم السيارات الكهربائية أحد البنود، وهو ما قد يستغله الجمهوريون في المعركة الانتخابية القادمة ضد الديمقراطيين في أمريكا. فقد تعرض الرئيس الأمريكي جو بايدن لانتقادات الجمهوريين، وذلك في المرحلة الانتقالية عام 2020 نتيجة دعمه لهذه الصناعة، وقالوا حينها إنه يقود السيارات والبنزين للمقبرة، ولكن فرصتهم الآن لاستغلال هذا البند باتت أكبر. فهذه السيارات أصبحت أغلى ثمناً بسبب ارتفاع الفوائد، وتقف في وجهها معارضة عمالية واسعة في أمريكا. ولماذا؟ خوفاً على مستقبل وظائفهم. معضلات دفعت شركات لتأجيل خططها للتحول نحو الكهرباء، كان على رأسها جنرال موتورز وفورد، لتتحول هذه السيارات من رمز للمستقبل لإحدى أدوات تحديد مستقبل حاكم أمريكا.